خلصنا قطعها الناقص وابتدينا نتكلم قطعها الزائد هو نسميه الهايبركولا هايبركولا اوكي وفي حاجه اسمها الدوال الزائديه اللي هي هايبربوليك فانكشنز حتى هي حتى ده الكالكوليتور فيه زرار مكتوب عليه اتش واي بي ده بتستخدمه عشان تجيب الشاين والكوشاين ماشي يعني هايبربوليك فانكشنز اللي هي الدوال الزائديه وهنا الهايبركولا اللي هو القطع الزائد اوكي طيب القطع الزائد زي ما قلت المره اللي فاتت ان هو يعني شبيه جدا بالقطع الناقص في حاجات كتيره ماشي الاختلافات بتبقى في حاجات في الاشاره يعني بدايه مثلا المعادله بتاعت القطع الزائد ومعادله القطع الناقص بتختلف في الاشاره في النص دي اوكي بس الاشاره في النص دي بتعمل لي حاجات كتيره يعني بتعمل لي اختلافات يعني متعدده يعني اولا احنا القطع الزائد بعد النقطة بعد أي نقطة على القطع الزائد عن الكورة إلى بعده عن الدليل بيساوي كمية ثابتة اسمها E سنتريستي أو معامل الاختلاف المركزي بس المرة دي أكبر من الواحد كانت أقل من الواحد في حالة القطع الناقص وبتساوي واحد في حالة القطع الإيه المكافئ العلاقة ما بين الـ A والـ B والـ E كويس هي العلاقتين دول دي أو دي يعني الاثنين زي بعض الـ E طالما هي أكبر واحد جاز كامبين واحد زائد B على إيه كل فردية والـ B هي ايه الجزء دي كان بيه ناقص ايه؟ ناقص واحد. طيب في القطع الزائد في زي ما عندي في عندي او الحاجات الاساسيه اللي انا بجيبها علشان يعني بستخدمه مثلا في حاله الرسم ولا حاجه التو فيرتيسيز الرأسان اللي هم الرأسان هم تقاطع اللي ايه؟ تقاطع القطع الزائد مع المحور الحقيقي مع الايه؟ اكسس المحور الحقيقي دي سهله يعني انت بتجيب تقاطع مع المحورين هتلاقي في واحد في تقاطع مع محور ومفيش تقاطع مع المحور الثاني. التقاطع مع المحور بيدينا الرأسان بلس وماينس اي وزيرو او زيرو بلس وماينس اي الفقرتان بلس وماينس اي اي وزيرو او زيرو بلس وماينس اي الدليلان اكس بيساوي واي بيساوي اي على اي بلس وماينس المحور الحقيقي هنا هيبقى محور اكس لان انا مش هاخدها مع محور واي محور اكس بس طوله 2 اي كويس ساعات بنقول المحور التخيلي طوله 2 بي يعني مجازا يعني المحور التخيلي هنا هيبقى محور واي مش تقاطع مع محور واي مجازا المحور التخيلي ده هو محور واي وطوله 2 بي اوكي الحاجه المختلفه الجديده هي فكره القطاره التفرغيه اللي كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت واستنتجنا ان هي ايه ان القطع الزائد بيقرب في المال النهايه لخطين الخطين دول متقاطعين في مركز القطع على فكره النقطه الاصل دي بنسميها مركز القطع هنا او هنا مركز القطع القطاره التفرغيه بتقطعهم في مركز القطع كويس والمعادله بتاعتهم تستنتج بسهوله من معدل القطع الزائد نفسه لو شلت الواحد من القطع صفر فبتديني المعدل المزدوجه للايه؟ للخطان للخطين التفرغيين ومنها بقدر استنتج كل معدل القطع على حده واي بيساوي بلس وماينس بي على ايه اكس كويس والناحيه الثانيه طبعا هتعكس الاشاره فهو احسن حاجه عشان ما تتلخبطش كويس انك انت بتشيل الواحد تكتبه زيرو وبعدين تعمل ايه؟ تعمل تاخد السكوير روت للطرفين علشان تجيب معادله خط كل خط على كده انا عندي هنا في خطين الخطين كل واحد منهم بيميل واحد بي على ايه والتاني ماينس بي على ايه في حاله القطع الزائد اللي هو ايه اللي هو ده اوكي طيب برضو في عندي معادله ممال لدلاله الميل وعندي الخط وعندي شرط الطراف نفس الايه نفس الحاجات بتاعت القطع الايه الناقص هيبقى الفرق في الاشاره يعني احنا كان عندنا معادله زي كده في معادله ممال دلاله الميل كانت زي دي بالظبط بس الفرق ان ايه؟ ان بدل الماينس دي ايه؟ بلس فهنا هتبقى ماينس كويس؟ في القطر معادله القطر كانت زي دي بالظبط بس في ايه؟ في ماينس تايم هنا مفيش ماينس تايم وهكذا اوكي؟ معادله الممال في وتر التماس والخط القطبي نفس الطريقه اللي احنا ايه؟ اللي احنا اتعودنا عليها في الايه؟ في القطاعات اللي قبل كده كويس؟ انا المره اللي فاتت كان في حد من زمان بيسالني على اكس واي اكس واي يعني لما يكون عندي معادله كويس فيها اكس واي وعايز اجيب معادله المماس او وتر التماس او الخط القطبي كويس انا قلتها غلط كويس الصح بتاعها هقوله يعني بعد شويه ماشي هناخدها كمساله ونستنتجها عشان ما ننساهاش تاني اوكي طيب فخلينا كده ايه نسخن كده بمسالتين دول وبعد كده ندخل لو في حاجه جديده الحاجات الجديده هتبقى قليله قوي يعني طبعا في حاجه اسمها طول الوتر فوق العمودي هي برضه وتر فوق العمودي وتر يعني بيمر بنقطتين على نقطتها وبؤر يعني بيمر ببؤره وعمودي يعني عمودي على المحور الحقيقي من
ابدا. وانا برضه في عندي وترين، اثنين وترين فوريين. طيب قرش مخدة زائد كويس، طبعا قرش مخدة زائد مبينا كل حاجه بقى من الحاجات الاساسيه اللي عندي دي. كويس. طيب انا اول حاجه ببص عليها، هل في معامل عندي معامل اكس واي ولا ما عنديش؟ ما عنديش، يبقى مش محتاج اعمل ايه؟ مش محتاج اعمل دوران محاور، هروح رايح على طول لمين؟ لنقل المحاور. كويس؟ فنقل المحاور بقى بعملها ازاي؟ بعملها باكمال المربع. كويس؟ هعمل اكمال مربع للاكس واكمال مربع للواي. فانا عندي هنا 9 اكس تربيع ناقص 18 اكس، هاخد 9 كومن يبقى اكس تربيع ماينس 2 اكس. اوكي؟ وبعدين الواي تربيع في عندي ماينس 2 واي فبياخد 2 مشترك، تبقى واي تربيع زائد 2 واي. اوكي؟ زائد 25 بيساوي هكمل مربع، هنا هكمل مربع هجمع هنا واحد، بس انا كاني ما جمعتش واحد، كاني جمعت ايه؟ 9، هجمع 9 على الطرفين. يمكن عندي صفر الناحية التانية فهجمع 9 على الطرفين. هنا هجمع برضه واحد جوه القوس، بس اللي هو كاني طارق 2، يبقى برضه اعمل ايه؟ سبتراكت 2. اوكي؟ دي هتبقى 9 اكس ماينس 1 هول سكوير ماينس 2 واي بلس 1 هول سكوير بتساوي دي 7، وهضرب لها 25 بالنيجاتيف تبقى ماينس 18. كويس؟ هقسم على ماينس 18 عشان اجيب هنا واحد، فدي تعكس تبقى عندي هنا واي بلس 1 سكوير على 9 ماينس اكس ماينس 1 سكوير على 2. كويس كده؟ هشيل واي بلس 1 واكتبها كابيتال واي، وكابيتال واي تربيع على 9 ماينس كابيتال اكس تربيع على 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 1. في اي مشكله؟ دي كلكم عرفتوا تعملوها عملناها بكده كتير يعني. كويس؟ اخدها ازاي بقى؟ شكله عامل ازاي؟ انا ببتدي اعرف ازاي ان انا اجيب تفاصيل مع المحورين، في تفاصيل مع محور واي او كابيتال واي، ومفيش تفاصيل مع محور كابيتال اكس. يبقى اخدها ازاي؟ بتاعي شكله عامل ازاي؟ لفوق كده. صح كده؟ طيب الحاجة الثانية إن أنا عايز أكتب معادلات التحويل علشان أستخدمها كمان شوية في إن أنا أجيب الحاجات الأساسية. فمعادلات التحويل بتاعتي بالنسبة لي هما إيه؟ هما الاثنين دول. كابيتال واي بيساوي كابيتال إكس بيساوي. طيب نجيب إيه؟ نجيب الحاجات الأساسية، فاكرين؟ الحاجات الأساسية إن أنا بعمل إيه؟ بستخدم بجيب الحاجات في المحاور الجديدة وبعدين برجعها للمحاور الأصلية. أوكي؟ أول حاجة المركز. اللي هو مركز القسمة اللي احنا كنا بنقوله هناك ان هو صفر وصفر. فصفر وصفر يبقى مركز القسمة في المحاور الأصلية يبقى كابيتال زيرو كابيتال إكس وكابيتال واي، وصفر وصفر يبقى كام وكام؟ واحد ناقص واحد. ماشي؟ أنا نعكسها بس عشان إيه ما تتلخبطوش. نكتب الإكس فوق والواي تحت. يبقى عندي كابيتال إكس بتساوي سمول إكس ماينس 1، كابيتال واي بتساوي سمول واي بلس إيه؟ بلس 1. كويس؟ انا حطيت كابيتال اكس وكابيتال واي بزيرو، استدلت واحد وناقص واحد. طيب الرأسان، الرأسان هم تقاطع مع ايه؟ مع المحور الحقيقي. كويس؟ طب المحور الحقيقي بالنسبه لي هو مين دلوقتي؟ هو واي. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي زيرو بلس ماينس ايه. اولا تعالوا نجيب هنا الاي والبي عشان برضه ايه نستخدمها في الايه؟ في واحنا بنطلع حاجات يعني. الاي تربيع بتسعه يبقى الاي بثلاثه. صح كده؟ والبي تربيع باثنين يبقى البي بكام؟ بجذر 2. الاي بقى الاي هي مين؟ الاي هي 1 على بي سكوير بلس اي سكوير، يبقى 1 زائد 2 على 9، مش كده؟ 1 زائد 2 على 9 يعني 11 على 9 تحت الجذر، 11 على 9 تحت الجذر يعني جذر 11 على 3. كويس؟ جذر 11 على ايه؟ على 3. طيب ناخد بالنا من حاجه هنا. الاي ب 3 والبي بجذر 2. صح كده؟ الاي دايما لازم تبقى اكبر من الواحد، دي اكبر من الواحد اكيد، لان ايه؟ جذر 9 ب 3 جذر 11 اكتر من 3 وشويه على 3 يبقى 1 وشويه، ماشي؟ فدي اكبر من الواحد. ناخد بالنا هنا ان انا المره اللي قلت لك ايه؟ قلت لك الاي اكبر من الواحد، بس ما قلتش ايه علاقه البي بالاي؟ هل هي اكبر؟ هل هي تساوي؟ هل هي اصغر؟ ما قلتش، كويس؟ او جايز قلت ايه؟ ان هم ممكن الثلاث احتمالات. فالاحتمال او الحاجه اللي موجوده عندي هنا ايه؟ ان الاي ثلاثة والبي بجذر 2، يعني مين الكبير؟ الاي الكبير. كويس؟ نتكلم على جنب لغايه من ايه؟ ما نشوف المساله الجايه ايه اللي هيحصل، او يعني نشوف ايه اللي هيطلع في المساله الجايه. المهم نرجع تاني لايه؟ الرأسان 0 بلس وماينس ايه؟ 0 بلس وماينس
ثلاثة صح كده؟ لما هنرجعها لما نرجعها للمحاور الأصلية الزيرو ده مكان مين؟ مكان الإكس يبقى مكان الإكس يبقى هتشيل كابيتال إكس وكابيتال زيرو يبقى سمول إكس بكام؟ بوان وبعدين بلس أو ماينس ثلاثة إيه ماينس 1 كويس؟ عايز تفكها تبقى حتتين براحتك اللي هي تبقى إيه واحد واثنين واحد ناقص أربعة ماشي دول الرأسان نيجي للبؤرتان البؤرتان 0 بلس أو ماينس إي إي يعني 0 بلس أو ماينس الإيه لما أضربها في الإيد إديني جذر 11 مش كده؟ جذر 11 كويس؟ لما أعوض في معادلات الأصلية تبقى واحد وبلس وماينس جذر 11 زائد ايه؟ زائد 1 دول هما البؤرتين ناخد بالنا من حاجه ناخد بالنا من ايه؟ من حاجه ان انا عندي ايه؟ عندي المركز المركز والبؤرتين والرأسين المركز والرأسين والبؤرتين كلهم ايه؟ على استقامه كلهم على محور واحد كلهم على ايه؟ محور واحد اللي هو محور اكس هنا او محور واي هنا كويس؟ او بمعنى اصح كلهم على المحور الحقيقي كلهم على الايه؟ المحور الحقيقي تعالوا نشوف كده تعالوا نجيب المحور الحقيقي المحور الحقيقي هنا هيبقى ايه؟ المحور الحقيقي هنا هو كابيتال واي يساوي صفر سوري محور الحقيقي هو محور كابيتال واي مش كده؟ محور الحقيقي هو ايه؟ كابيتال واي مش كده؟ اللي هو معادلته ايه؟ كابيتال اكس يساوي صفر ولا لا؟ يعني معادلته في المحاور الاصليه ان هو سمول اكس بيساوي 1 ولا لا؟ سمول اكس بيساوي 1. طيب انا بعمل تشيك على نفسي هل المركز والرأسان والبؤرتان على المحور الحقيقي اللي هو اكس بيساوي 1 هنا في العمود ده؟ اه. ليه؟ لان كل النقط الخمس نقط دول اللي هم المركز والرأسين والبؤرتين الخمس نقط فيهم نفس الاكس كلهم بكام؟ بواحد. يبقى انا كده ايه؟ شغال صح. كويس؟ الحاجه الثانيه ان لازم تكون الرأسين والبؤرتين كويس المركز في منتصف المسافه ما بين الرأسين والبؤرتين فانا عندي هنا ايه المركز عند ناقص واحد كلهم طالما كلهم ليهم نفس الاكس مش هبص على الاكس هبص على الواي دي كلهم عند ايه الواي بتاعتهم ماينس واحد دي ماينس واحد زائد ثلاثه من الناحيه دي وناقص ثلاثه من الناحيه دي في المنتصف ولا لا في المنتصف دي اه المفروض دي ماينس اه شفت بقى يا عم لما اجي اراجع على نفسي قلت انا بقول لك عليها دي ممكن اكتشف ايه اخطاء ودي الحاجات اللي ايه اللي بتخلصه في الامتحان انت ليه بعد ما بتخلص وانت ماشي ممكن بتتشيك على نفسك وانت شغال كويس انا هرجع هنا اقول ايه اقول ان انا المركز اللي هو عند ناقص واحد ومنتصف المسافه ما بين الكورتين فانا اكتشفت هنا حته البلس دي كويس ان هي كانت المفروض تبقى ايه ماينس واحد طيب الحاجه المختلفه بقى اللي هنا مخططها التقاربيات انا عشان ما اغلطش بقول خطيه تقريبيه بعمل ايه؟ بمسك المعادله دي بدل الواحد بحطها بصفر، بدل الواحد بحطها بصفر، فبقت ايه؟ فبقى كابيتال واي تربيع على 9 ناقص كابيتال اكس تربيع على 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 0. كويس؟ دي ايه؟ دي نسميها المعادله المزدوجه للخطين التقريبيين، كويس؟ يعني خط يعني كل واحد هيبقى ايه؟ هيبقى كابيتال واي بيساوي كويس؟ هقعد هنا الناحيه الثانيه واضرب في 9 واخد الجذر يبقى 3 او زائد ناقص 3 على جذر 2 كابيتال اكس ماشي كده؟ يبقى دي معادله الخطين التقريبيين بالنسبه للمحاور الجديده بالنسبه للمحاور الاصليه شيل كابيتال اكس وشيل كابيتال واي واكتب بدلهم سمول اكس وسمول واي فكابيتال اكس هشيلها واكتب بدلها سمول واي هشيلها واكتب بدلها واي بلس 1 بيساوي بلس ماينس 3 على جذر 2 اكس ماينس ايه؟ اكس ماينس 1 كويس كده؟ ساعات بيبقى مطلوب ال ال ار اللي هو ايه؟ الوتر الفوقي العمودي طول الوتر الفوقي العمودي فطول الوتر الفوقي العمودي هو 2 بي سكوير 2 بي سكوير على ايه؟ يعني 2 في 2 على 9 يعني 4 على 9 دي كانت في الامتحان مثلا عليها درجه ماشي اللي هي الوتر الفوقي العمودي كان ممكن تجيبها من غير ما تخش في الايه؟ في الجدول ماشي؟ الرسمه في الاخر بيبقى عليها درجه صغيره في النص مثلا او درجه بس بيبقى عليها درجه يعني ماشي؟ بس الخطوات هي اللي ايه؟ بي سكوير على ايه؟ اه يبقى على 3 صح 2 بي سكوير على ايه؟ والايه ب 3 مش ب 9 اوكي؟ طيب فاضل ان انا ارسم سكتش كويس؟ سكتش فانا هاجي هنا سمول اكس سمول واي انا نقلت
ناقص كام؟ واحد ناقص واحد مش كده؟ يبقى واحد وناقص واحد النقطة دي هي مين؟ هي مركز القطع الايه؟ الزائد. كويس؟ الرأسان هتبقى واحد واثنين وواحد وناقص أربعة. يعني على الخط ده، ده الخط ده اللي هو كام؟ اللي هو إكس بيساوي واحد. واحد واثنين يبقى هنا، واحد وناقص أربعة نفس المسافة دي من تحت، دول الرأسان. أوكي؟ الخطين اللي اتحركوا هنا كده هيبقوا عاملين كده. وبعدين الرسمه بتاعتي بتبقى واخده الايه؟ بالشكل ده. البورتين بورة هتبقى هنا وبورة هتبقى هنا. كويس؟ فالرسمه ما بيبقاش عليها ايه؟ جزء كبير من الدرجه قد ما الخطوات عليها ايه؟ درجه. اوكي؟ طيب. تعال نشوف المساله الثانيه. بيقول لي ايه؟ اوجد معادله القطع الزائد. دكتور. هنا الدفعه هي ايه؟ ايه؟ هي احنا كل تور الرول اللي بيبقى تحت الحاجه الموجبه هو الاي سكوير. انت عايز تسميها ايه؟ يعني تخلي حاجه واحده بس، يعني نخلي دايما بيساوي واحد. كويس؟ طالما ده بيساوي واحد يبقى المعادله دي. كويس؟ اشوف بقى على انهي ستاندرد فور، الاولانيه ولا الثانيه؟ خليها على الثانيه وقارن. دايما احنا يعني دايما بنقول في القطع الزائد ان الاي الـ A مرتبطة بالحاجة الموجبة والـ B مرتبطة بالحاجة السالبة. كده؟ هناك في قطع الناقص بنقول دايما الـ A هي الكبيرة والـ B هي الصغيرة، حتى الكبيرة والصغيرة هنا ملهاش إيه؟ ملهاش معنى أو ملهاش يعني مش مهمة أوي. إنما مهم مين الموجب ومين السالب. كويس؟ الموجب والسالب هو المحور الأكبر، المحور التخيلي، المحور الحقيقي والمحور التخيلي. أوكي؟ طيب. اوجد معادلة القطع الزائد، هنا مديني ايه في المسألة؟ قبل كده كان مديني القطع الزائد بيقول لي ارسم، دي مسألة ستاندرد يعني، احنا حاطين خطواتها وبنمشي بيها بالترتيب اللي احنا عارفينه. هنا مديني ايه؟ مديني الخطين التقاربيين ومديني معلومة على القطع الزائد وعايزني اجيب معادلته. عايزني اجيب معادلة القطع الايه؟ الزائد، ممكن تبقى جزء من سؤال وبعد كده المعادلة القطعية دي استخدمها علشان ايه؟ عشان اوجد حاجة تانية. ليه في كلام؟ طيب هو هنا مديني ايه؟ مديني الخطين التقاربيين، كويس؟ طيب امشي ازاي؟ اتحرك ازاي؟ ايه الخطوات اللي المفروض اعملها؟ الخطين التقاربيين، كويس؟ احنا هنا كنا قلنا ايه؟ لو انا عندي المعادله القطع الزائد بشيل الواحد واكتب بدلها صفر عشان اجيب ان الخطين المعادله متساويه للخطين التقاربيين. وبعدين افصلهم يعني كنا ناخد الجذر التربيعي للطرفين فاجيب كل خط على حته. هنا همشي بالعكس، هو مديني ايه؟ مديني كل خط على حته ارفعهم عشان اجيب المعادله المزدوجه، كويس؟ وبعدين اجيبها في صوره اللي هي شبه القطع الزائد واشيل الصفر واكتب بداله هنشوف. كويس؟ ماشي؟ فانا هعمل ايه؟ انا مش عارف ليه في كلام. مش قادر افهم. فانا هكتب الخطين التقاربيين بالمنظر ده y ماينس 4x يساوي صفر y زائد 4x يساوي صفر، صح ولا لا؟ دول الخطين التقاربيين مظبوط؟ وبعدين هضربهم في بعض عشان اجيب المعادله المزدوجه، تطلع لي ايه؟ يطلع لي y تربيع ماينس 4x ماينس 16 x تربيع بتساوي زيرو. دي المعادله المزدوجه للخطين التقاربيين، صح كده؟ طيب يبقى القطع الزائد، القطع الزائد مش هينفع احط اشيل الصفر واكتب بداله واحد، انما ينفع اشيل الصفر واكتب بداله ايه؟ كونستانت تي. ليه؟ لان ايه؟ لان انا ايا كان الرقم هنا انا ممكن اقسم عليه واجيب الواحد، بس ايه؟ ما احطش الواحد الاول لان انا مش عارف هو واحد ولا لا. كويس؟ انا هحطه سي، طلع معايا واحد ماشي، طلع معايا ناقص واحد ماشي، طلع معايا اي حاجه زي ما هنشوف. فيبقى القطع الزائد بيساوي ايه؟ بيساوي المعادله دي. المعادله دي ليها معنى ظريف. كويس؟ انا ايه اللي انا مديهولك هنا؟
انا مدي لك في المساله دي كويس، مدي لك الخطوتين التقاربيين وبقول لك هل القطعه ازاي. فاحنا لو جينا بصينا عليها بالرسم كده ماشي، كانه مديني ايه؟ مديني خطين صح ولا لا؟ خطين بيمروا بنقطه بلس، واحد كده والثاني كده. بقول لك الخطين دول في كام قطعه زائد؟ في كام قطعه زائد؟ الخطين التقاربيين دول بيمثلوا بالنسبه لهم خطين تقاربيين، يعني كام قطعه زائد؟ اقدر ارسم كام قطعه زائد؟ اثنين ولا كتير؟ كتير. هما ايه؟ هما انت باين هما اثنين، اللي هو واحد كده واحد كده صح ولا لا؟ اه ده واحد وده الثاني صح كده؟ بس ايه اللي يمنع ان انا اعمل واحد كده ثاني؟ او واحد ثالث كده؟ في كتير فوق. هو عدد لا نهائي ولا لا؟ يبقى الخطين التقاربيين دول في عدد لا نهائي من القطاعات الزائده ممكن ينفع ليهم الخطين دول يبقوا خطين تقاربيين صح ولا لا؟ عشان كده انا كتبت ايه دي؟ فتقدر تحطها بواحد، تحطها بنقط واحد، تحطها بخمسه، تحطها بعشره، تحطها بنقط 10، كل مره بتدي لك ايه؟ بتدي لك واحد من الايه؟ من الاشكال اللي عندي دي كويس؟ بس انا عايز واحد معين، واحد محدد. فهو محدد لي ايه بقى؟ ويمس، يبقى القطع الزائد اللي انا عايزه ده لازم ايه؟ يمس الخط المستقيم الجبل ده اللي هو y بلس y بيكوال 5x بلس 3 كويس كده؟ فهو حدده ولا لا؟ كده حدده، لان مفيش غير قطع زائد واحد ماشي الخط ده بيمسه كويس؟ يبقى انا كده مديني معلومه عشان اجيب مين؟ عشان اجيب السي، قيمه السي كويس؟ طيب فاحنا كده هنرجع للحاجه اللي احنا كنا قلناها زمان. انا عشان اجيب السي هقول ايه؟ هقول لكي يكون الخط، فاكرين الكلمه دي؟ لكي يكون الخط المستقيم مماسا يجب ان ينعدم مين؟ المميز. المميز بتاع ايه؟ المميز بتاع حل الخط مع القطع. يعني انا عندي خط وعندي ايه قطع، او عندي خط وعندي معادله تربيعيه، فما حلهم مع بعض المفروض انا بجيب ايه؟ نقط التقاطع. لو طلع نقطتين تقاطع يبقى الخط ده ماله؟ بيقطع. انما امتى تبقى نقطه واحده؟ لما يكون الخط ده ماله؟ مماس. كويس كده؟ امتى يحصل ان يبقى ده مماس؟ لما يكون حل المعادلتين مع بعض ما بيطلعليش غير ايه؟ غير حل وحيد. وامتى يبقى في عندي حل وحيد؟ لما تكون المعادله التربيعيه الناتجه المميز بتاعها او الديسكريمنت بتاعها بايه؟ بزيرو. تعالوا نحلهم مع بعض كده، فانا هعمل ايه؟ هشيل الواي بدل 5 اكس بلس 3 هنا. يبقى انا عندي هنا 5 اكس بلس 3 هول سكوير ماينس 16 اكس سكوير ايكوال سي. اوكي؟ اما فوق دي 25 ناقص 16 تبقى 9 اكس تربيع. صح كده؟ الاثنين الاول بالثاني تبقى 3 5 ب 15 في 2 ب 30 اكس. ماشي؟ وبعدين جاي 9 زائد 9 ماينس سي بيساوي ايه؟ 0. سهله ولا صعبه؟ سهله دي، ما فيهاش مشكله خالص. كويس؟ وبعدين اروح جايب المميز بتاعها. جايب ايه؟ المميز بتاع المعادله دي. فالمميز بتاع المعادله دي هيبقى ايه؟ الديسكريمنت هيبقى بي سكويرد اللي هي 30 تربيع يعني 900 ماينس 4 الاول في الثاني يبقى 36 في 9 ماينس سي. انا عايزه بكام؟ انا عايزه بصفر. انا عايز ده بايه؟ بزيرو. كويس؟ فدي هتطلع لي سي بكام؟ لما نقسم على 36 تطلع لك ستيب ماينس 13 نيجاتيف 16. اوكي؟ طيب لما اجي ارجع اعوض عن السي هنا بيطلع لي يطلع لي واي تربيع ماينس 16 اكس تربيع بتساوي ماينس 16. انا عايز اكتبها بالصوره القياسيه تقسم على ماينس 16 فيطلع لي ايه؟ يطلع لي اكس تربيع ماينس واي تربيع على 16 بيساوي 1. فدي معادله القطع الزائد المطلوب. دي معادله القطع الزائد الايه؟ المطلوب. طيب هو خلاص انا خلصت كده الجزء الاولاني، فاضل الجزء الثاني. عايز اجيب البروتين والدليلين. عشان اجيب البروتين والدليلين محتاج اجيب مين؟ الاي والبي والاي. كويس؟ فالاي كام؟ الاي دايما مرتبطه بمين؟ بالموجب، مش كده؟ بالحاجه الايه؟ البوزيتيف. فالاي هتبقى بواحد اللي هي تحت الاكس تربيع مش الايه؟ 1. والبي هتبقى مرتبطه بالواي اللي هي باربعه. الاي هيبقى الجذر التربيعي واحد زائد ده على ده يعني جذر 17 صح كده؟ ناخد بالنا من حاجة بقى هنا. ناخد بالنا من حاجة. هنا في المسألة دي كانت الـ A أكبر من الـ B، صح ولا لا؟ وفي المسألة دي كانت الـ B أكبر من الـ A. مظبوط؟ يبقى مفيش إيه؟ مفيش علاقة
تقول لي الاي والبي مين فيهم الكبير؟ ما تفرقش، القطع الزائد ما تفرقش، القطع الناقص لازم الاي هي الكبير. القطع الزائد لا، ممكن تبقى الاي اكبر، ممكن تبقى اقل، وممكن كمان تكون بتساوي زي ما هنشوف كمان شويه. المهم انا كده جبت الاي والاي والاي والبي والاي، اقدر اجيب البؤرتين يبقى البؤرتان ده وضع قياسي الاي الاولاني، فيبقى قصر ماينس اي اي وزيرو، والدليلين هتبقى واي بيساوي بلس وماينس اي على اي، عوض وهات الاي القيمة. ماشي يا شباب؟ الاي والبي دايما ارقام موجبه، دايما الاي هي طول الاثنين ايه طول المحور الحقيقي، فالاي دايما رقم موجب، والبي برضه طول المحور التخيلي برضه مرتبطه بطول، اي حاجه مرتبطه بطول او لا بتكلم على بوزيتيف فاليو كويس، البلس والماينس هي بتحدد لي مكان النقطه، فالاي دايما والبي دايما في حاله القطع الناقص، حاله القطع الزائد، في حاله حتى القطع المكافئ ماشي، الاي بتاع القطع المكافئ والناقص والزائد كلهم بيعبروا عن اطوال، عشان كده دايما قيم موجبه، انا بحط بلس والماينس علشان ايه؟ البلس والماينس بتحدد لي اللي هي البوزيشن بتاع النقط اللي انا بتعامل معاها، الرأسان والدليلان والبؤرتين وكده، ماشي؟ قول تاني؟ دي اكس بتساوي صح ده لازم ماشي؟ طيب ايه اللي يحصل بقى لما تكون الاي قد البي؟ لا انا ما قلتش ان المعادله المزدوجه هي معادله القطع الزائد، دي معادله مزدوجه، احنا هنا قلنا المعادله المزدوجه سوري قلنا القطع الزائد المعادله بتاعته هي، ولما جينا استنتجنا المعادله المزدوجه للخطين التقريبيين طلعت كده. طيب ايه العلاقه ما بين دي ودي؟ العلاقه ان الجزء ده زي الجزء ده، الفرق بس في الكونستنت، هنا الكونستنت واحد، هنا الكونستنت زيرو. فانا هنا عملت نفس القصه، الكونستنت بتاع الخطين التقريبيين طلع بزيرو، فحطيت الكونستنت بتاع القطع الزائد بدل واحد كانتها دي، ليه؟ لان انا عارف ان ممكن تبقى واحد وممكن تبقى ناقص واحد، ممكن تبقى 16، ممكن تبقى ناقص 19، فانا كانتها دي وبعدين طبقت الشرط عشان اجيب السي. ماشي؟ انا برضه مش عارف ايه في كلام، هل الحاجات دي تافهه قوي الدرجات دي؟ طيب زي ما قلت في المسألتين اللي فاتت خدت مره مساله فيها الايه اقل ومساله فيها ايه الايه اكبر كويس، تعالى ناخد بقى ثيوريتيكالي ماشي او بطريقه يعني نظريه كويس، لما تكون الايه بتساوي البي، الايه بتساوي البي وبتساوي رقم، مش مهم الرقم ايه بس المهم ندرس حاله ايه بتساوي بي، لما الايه تساوي بي ايه اللي يحصل؟ تعالى نشوف الايه قد البي يبقى واحد زائد واحد يبقى الايه بجد اثنين، دي اول حاجه صح كده؟ طيب ال A بتساوي ال B يبقى الخطين التقاربيين هتبقى بلس وماينس اكس، يعني ايه؟ يعني الخط التقاربي بيميل ب 45 والثاني بيميل ب 135 مش كده؟ يبقى لما واحد بيميل ب 45 والثاني 135 يبقى الزاويه بينهم كام؟ 90 درجه. يبقى هما خطين تقاربيين هيبقى واحد بيساوي بلس وماينس اكس، والخطين التقاربيين بينهم متعامدان. كويس؟ لما تكون ال A بتساوي ال B يبقى المعادلة دي بقت اكس تربيع ماينس واي تربيع بتساوي كونستنت، اسمه ايه؟ اسمه اي سكوير، ماشي؟ اللي هو الكونستنت الحاجة اللي بيساويهم الاثنين دول تربيع. القطع الزائد في الحالة دي بسميه قطع زائد قائم. قطع زائد ايه؟ قائم. يبقى القطع زائد لما يبقى القطع زائد قائم تقدر تستنتج كل دول. ولو أي واحدة من دول موجودة تقدر تستنتج الباقي، تستنتج إن القطع الزائد ماله ايه؟ قائم. يعني لو أنا جيت لك مثلا بقول لك قطع زائد قائم كويس؟ تاتش اند تاتش بعد كده في ايه بيعمل حاجه معينه في مس قطع ناقص او وات ايفر بقى كويس، فانت تستنتج من قطع الزائد القائم تستنتج ايه؟ اول حاجه ان دي بجذر 2، دي معلومه انا ببقى عايز اقولها لك بس بدل ما اقولها لك ان دي بجذر 2 بقول لك ان هو قطع زائد قائم، وتستنتج ان الايه قد البي والقطعين القريبين متعامدين.
كويس؟ لو قلت لك الجيل جذر 2 تعرف ان ده قطع زائد قائم وان دي ادي البي وان القطتين الخارجيين متعامدين. لو قلت لك القطتين الخارجيين قطعتها زائد متعامدين يبقى تعرف ان ده قطع زائد قائم وان دي جذر 2 وان دي بتساوي وهكذا. يعني ايه؟ يعني الحاجات دي بنسميها انترتشنجبل، يعني لو اي واحده منهم متحققه يبقى الباقي ايه؟ اقدر استنتجه. اوكي؟ طيب ايه المختلف بقى او يعني ايه ميزه القطع زائد القائم ده؟ تعالى نعمل حاجه صغيره كده. لو احنا كويس، هو زميلك بيقول لي هو ده قطع زائد ممكن يبقى كده، ده اللي انا قاسمه، ده اكس تربيع ماينس واي تربيع بيساوي ايه تربيع. في واحد تاني ايه اللي فوق كده برضه ده قطع زائد قائم، كويس، بس ايه معادلته حاجه ثانيه، هي اكس تربيع واي تربيع ماينس اكس تربيع بيساوي بلاش دي نسميها ايه؟ نسمي دي كونستنت او نسميها دي كي 1 ودي كي 2. ماشي، عشان بس ايه؟ ما نتلخبطش، الايه بتاع ده هتبقى ايه مختلفة عن الايه بتاع ده. ماشي؟ طيب القطع الدائم القائم ممكن ياخد الايه؟ الشكل ده او الشكل ده. طيب في حاجة كنت ابتديت بيها المرة اللي فاتت، كنت في حاجة ابتديت بيها الأسبوع اللي فات اللي هي قلت لك ايه؟ اول ما ابتديت اتكلم على الهايبربولا قلت لك ايه؟ قلت لك اكس بيساوي اكس واي بيساوي واحد. اكس واي بيساوي واحد، قلت لك افتكر ده انت عارف ان ده رسمته كده. مظبوط؟ اكس واي بيساوي واحد، فانت عارف ان رسمته ايه؟ رسمته كده صح؟ تعالوا ايه؟ تعالوا نشوف ده كده، تعالوا نشوف ده. اكس واي بيساوي واحد. تعالى نتعامل مع ده اكس واي بيساوي واحد. تعالى نجيب بيقول لي ارسم القطع الزائد، ارسم القطع الزائد مبينا كل حاجه. ماشي؟ فانا عشان ارسم كويس انا بقول لك ده قطع الزائد، انت ممكن ترسمه بالصوره ولا لا؟ انا عارف ان واي بيساوي واحد على اكس، ترسم ده مش كده؟ بس بقول لك مبينا. مبينا ايه؟ البورتين والدليلين والمحورين والحاجات اللي هي كتير. فلازم نعمل ايه؟ نمشي بطريقه سيستماتيك. ايه الطريقه السيستماتيك اللي احنا بنعملها؟ ان انا لازم ايه؟ دي معادله من الدرجه الثانيه في اكس وواي، كويس؟ فيها ظهر فيها معامل اكس وواي، فانا لازم اول حاجه اعملها ايه؟ لازم احول الصوره دي للصوره القياسيه، مش كده؟ واحده من الاثنين دول. فعشان احول الصوره القياسيه لازم اعمل ايه؟ دوران محاول، كويس؟ يبقى اعمل دوران محاول في زاويه قد ايه؟ تاني 2 الفا بالتالي 2 اتش على اي ماينس بي. كويس؟ خلي بالك بقى 2 اتش على اي ماينس بي دي معادله، مش كده؟ الاي بكام؟ والبي بكام؟ والاتش بكام؟ والام والجي والسي. الاي بكام؟ الاي اللي هي كانت ايه؟ فاكرين؟ اللي هي معامل اكس تربيع بزيرو. ومعامل واي تربيع بزيرو. والاكس واي معامل بتاعه بنص، مش كده؟ والاف بكام؟ بزيرو. والجي بكام؟ والسي بكام؟ ناقص واحد. اوكي؟ طيب 2 اتش على اي ماينس بي هتبقى ايه؟ هتبقى نص على زيرو، يعني انفينيتي، يعني الالفا 45 زي ما احنا حاطين، كويس؟ يعني سمول اكس هتساوي كابيتال اكس ماينس كابيتال واي على روت 2، وكابيتال اكس بلس كابيتال واي سوري، وسمول واي هتساوي كابيتال اكس بلس كابيتال واي على روت 2. كويس؟ تعالوا نعوض كده في المعادله. لما اجي نعوض في المعادله نضرب اكس في واي، مش كده؟ اكس هنضرب دي في دي. لما نضرب دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي اكس تربيع ماينس واي تربيع بتساوي 2 ولا لا؟ مظبوط كده؟ اكس تربيع ماينس واي تربيع بيساوي 2. مظبوط؟ طيب من هنا نقدر نستنتج ايه؟ اول حاجه ان الاي بجذر 2، بلاش الاي بجذر 2، نستنتج الاول الاي والبي بكام؟ الاي بتساوي البي بتساوي كام؟ الاي بتساوي بي بتساوي كام؟ جذر 2. مش كده؟ والاي هتطلع بجذر 2 برضه، يعني جذر 2 دي مالهاش علاقه فيه خالص، يعني ممكن الاي والبي يطلعوا الاثنين يساووا بعض بيساووا 10 او 19 او 30، بس برضه الاي مالها بجذر 2، كويس؟ وده قطع زائد قائم ولا لا؟ ماشي؟ القطتين التخرجيين بتوعه هيبقوا ايه؟ القطتين التخرجيين هتبقى كابيتال واي بتساوي بلس ماينس كابيتال اكس. صح ولا لا؟ كابيتال واي بتساوي بلس وماينس كابيتال اكس. لو عايز ارجعهم للمحاور الاصليه هعمل ايه؟ لو عايز ارجع كابيتال واي بلس وماينس كابيتال اكس هرجعهم ازاي؟
اشيل كابيتال واي بتبقى ايه وكابيتال اكس بتبقى ايه؟ تعال نمشي في السيستماتيك زي ما احنا عارفين او زي ما احنا بنعمل عشان ما نتلخبطش. احنا عادة بنعمل ايه؟ بنروح في الجدول ده مش كده؟ بنكمل كابيتال اكس كابيتال واي سمول اكس سمول واي ونقول المركز المركز هيبقى ايه؟ 0 0 هيفضل 0 0 ليه هيفضل 0 0؟ عشان لو عوضت هنا ب 0 0 هنا ب 0 0 هيطلع لي صفر وصفر بره. الرقم الثاني الرقم الثاني بلس وماينس ايه و 0 يبقى بلس وماينس روت 2 و 0 كده؟ طيب لا عشان الايه بروت 2. طيب تعالوا نعوض في الايه؟ بدول في المعادلات دول كويس؟ الكابيتال اكس بجذر 2 ماينس 0 على جذر 2 يبقى كام؟ 1 ماشي؟ جذر 2 بصفر يبقى جذر 2 بصفر على جذر 2 وجذر 2 بصفر على جذر 2 يعني 1 1 ولا؟ طيب لما تكون بناقص جذر 2 تبقى ناقص 1 وناقص 1 يبقى الرأس الثاني هتبقى ايه؟ عند 1 1 وناقص 1 وناقص 1 ماشي؟ انا متوقع ده من الاول ولا لا؟ مش احنا عارفين احنا هنقسم كده في الاخر؟ احنا هنقسم دي في الاخر كده كويس؟ انا دورت محاور يعني عملت ايه؟ دي كابيتال اكس ودي كابيتال واي صح كده؟ فين المركز هو ده ولا لا؟ اكيد المركز هنا ماشي؟ الخط اللي هو مايل ده مش ده واي بيساوي اكس؟ انا عارف ان ده اكيد واي بيساوي اكس مش كده؟ يبقى الواي قد الاكس مش كده؟ واي بيساوي اكس يعني الواي زي الاكس يبقى اي نقطه عليه الواي بتاعته زي الاكس بتاعه مش دول الرأسين هنا؟ الرأس دي والرأس دي فواحدة منهم هتبقى في الربع الأول واحد وواحد واحدة في الثيرد كوادرانت نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 ده زي ما طلعنا لما تخيل برضه البورتين هيفتح حاجة شبه كده برضه هنشوف كده البورتين البورتين هيبقى بلس وماينس اي اي و0 يعني بلس وماينس 2 وصفر صح كده؟ بلس وماينس 2 و0 طيب يبقى 2 وصفر يبقى 2 ماينس 0 على جذر 2 يبقى كام؟ جذر 2 وجذر 2 والثانية هتبقى نيجاتيف روت 2 ونيجاتيف روت 2 كويس؟ ده متوقع برضه مش كده؟ ان دي هتبقى دي هتبقى ليها نفس الاكس والواي ودي ليها نفس الايه؟ الاكس والواي صح كده؟ فاضل ايه بقى؟ تعالى نشوف الحضيضة التقاربيين عشان دي هتبقى فيها حتة عايزين ايه؟ ندرسها مع بعض التقاربيان التقاربيان هيبقوا ايه؟ في الحالة دي هيبقى هو كابيتال واي يساوي بلس وماينس كابيتال اكس طيب لو انت ايه في امتحان وفاضل لك ثلاث ثواني فاضل لك ثلاث ثواني وعايز تجيب الحطين التقاربيين من غير ما تخش في تعقيدات التعويض انت المفروض هتعمل ايه؟ لو انت مش لو مساله عاديه او مساله ثانيه كنت هتعمل ايه؟ دي كابيتال اكس بلس ماينس كابيتال واي كابيتال واي بلس ماينس كابيتال اكس هتشيل ايه؟ هتشيل كابيتال اكس وتعوض عنها بسمول اكس وسمول واي تشيل كابيتال واي وتعوض عنها بسمول اكس وسمول واي وتختصر عشان تطلع الحطين التقاربيين دول اللي هم هنا بس انا من يعني ايه من دراستي للحاجات دي انا عارف ان الخطين التقاربيين هم مين؟ هم مين المحورين مش كده؟ الخطين التقاربيين بتاع القطع الزائد ده هم المحورين لان انا فاهم ان الخطين التقاربيين معناهم ايه؟ اللي ايه؟ الخطين اللي المنحنى بيقرب ليهم في المال نهاية انا عارف ان واي بتساوي 1 على اكس ماشي الخطين اللي بيقرب ليهم المنحنى في المال نهاية هم المحورين مش كده؟ يبقى انا اقدر اقول ان المعادله المزدوجه للخطين التقاربيين هي اكس واي بتساوي 0 او ان اكس بيساوي صفر وواي بيساوي صفر دول هما ايه؟ اللي هما المحورين او المحوران هما الخطان التقاربيين بتاعي، لو انا عايز امشي سيستماتيك اوصل لنفس النتيجه برضه، اوصل لنفس النتيجه ايه؟ برضه. طيب يبقى احنا كده المعلومه الزياده عن القطع النص ان حاجه اسمها قطع زائد قائم كويس بخصائص معينه كويس بشكل معين في الايه؟ في الرسم. حط تشيل واحد حط زيرو على طول في اي يعني مش هتكون معادله الايه؟ يعني اللي احنا عملناها قبل كده المحاضرات عملت كده هتكلم عنها كمان شويه، تيجي مساله شبهها وهقول لك اعمل ايه بالظبط. ماشي؟ هي هنا هتشيل واحده دي في زيرو. ماشي؟ انما خلينا مثلا مساله احسن، تبقى مساله مور جنرال فيها كل حاجه هنعمل فيها ايه؟ طيب قبل ما نسيب دي يعني قبل يعني هنسيب دي يعني مؤقتا كده وبعدين ناخد حاجه ثانيه اسمها يعني عندي حاجه اسمها قطع زائد قائم بخصائص معينه. لا مش كل حاجه هي في الحاله دي بس علشان اقتنع ايه؟ اقتنع الزاويه الدوران 45 انما ممكن تطلع
حضرتك دوران ب 60 بتطلع ب 30 بتطلع بأي حاجة تانية. تمشي سيستماتيك. إنما هي في المسألة دي في الوضع ده هتطلع بشكل. أوكي؟ طيب في عندي حاجه ثانيه اسمها الخطه الزائد المرابطه. الخطه الزائد الايه؟ المرابطه. كويس؟ طيب احنا عارفين ان الخطه الزائد معادلته بالصوره القياسيه الاولانيه بالمنظر ده بيساوي 1 اكس تربيع على اكس تربيع ما يساوي تربيع على اكس تربيع بيساوي 1. طيب وبعدين شلنا الواحد كده بنصف فاداني مين؟ اداني المعدل المزدوج اللي تقارنوا بيه اللي احنا حلينا عليها كتير وايه؟ ودرسناها. طيب ايه اللي يحصل؟ لو انا عملت كده بيساوي نيجاتيف 1. لو انا قلت ايه؟ نفس المعادلة بس بدل ما تساوي 1 بدل ما تساوي ناقص 1. ايه اللي هيحصل؟ ناقص 1 لو انا عايز اخليه 1 هعمل ايه؟ هقسم على نيجاتيف. فايه اللي يحصل؟ الواي تيجي في الاول والاكس بعديها. الشكل الجديد ده الشكل الجديد ده هيبقى قطعة زائد في اي اتجاه؟ لفوق. كويس؟ طيب الخطة الزائد اللي هو اللي فوق ده لو شلت الواحد بتاعه وكتبت بداله صفر مش يديني خطين تقاربيين؟ هتديني نفس المعادله دي ولا لا؟ نفس المعادله دي بس مقلوبه مش كده؟ يبقى الناقص واحد ده بيديني ايه؟ بيديني الخطة الزائد كده. الخطة الزائد ايه؟ بتديني نفس الشكل ده كده. كويس؟ يبقى انا في عندي ايه؟ نفس الخطين التقاربيين في قطعة زائد على محور اكس وفي قطعة زائد الثاني اسمه قطعة زائد مرافق على محور واي. كويس؟ بس ناخد بالنا من حاجه، انا لما اضرب دي في نيجاتيف 1 واقلب دول كويس؟ الواي راحت في الاول بس تحتيها مين؟ لسه تحتيها بي. ماشي؟ والاكس هي اللي تحتيها ايه؟ اللي تحتيها ايه؟ كويس؟ فالمعادله الاكس والواي الكوفيشنت بتاعتها ما اتغيرتش، انما ايه اللي اتغير؟ التغير في الثلاث معادلات دول كان فين؟ التغير في المعادلات الثلاث في الثابت فقط. ماشي؟ يبقى قطعة زائد خطين تقاربيين قطعة زائد مرافق نفس المعادلة بس الاختلاف هيبقى في الكونستنت. كويس؟ مش كده وبس. ده في معلومة ثانية كمان مهمة. إيه هي؟ أنا لو جيت قلت إيه؟ المعادلة رقم واحد ناقص المعادلة رقم اثنين. لو طرحت واحد ناقص اثنين كويس هيطلع لي واحد ناقص اثنين يطلع بكام؟ لما اطرح المعادله واحد ناقص المعادله اثنين يطلع لي مين؟ 1 مش كده؟ هو ده هيروح مع ده وواحد يروح مع صفر مش كده؟ طيب لو طرحت اثنين ناقص ثلاثة يعني المعادله رقم اثنين ناقص المعادله رقم ثلاثة يطلع بكام؟ بواحد مش كده؟ يبقى العلاقة دي برضه صحيحة إن 1 ناقص 2 بتساوي 2 ناقص 3. يعني أنا لو عندي معادلتين عندي معادلتين دول ثلاث معادلات لو عندي 2 منهم أقدر أجيب الثالثة. إزاي؟ بالإيه؟ بالعلاقة دي إن أنا المعادلة الأولانية ناقص الثانية بتساوي الثانية ناقص إيه؟ الثالثة. خلينا مسألة عشان نطبق الكلام ده. لازم إيه؟ لا مش لازم تساوي 1. ماشي انا مش كاتب هنا مش لازم تساوي انا قايل ان 1 ناقص 2 بيساوي 2 ناقص 3 انما بص بيساوي كام؟ طيب هو هنا مديني ايه ده؟ المساله دي ستاندرد مديني ايه؟ مديني قطعه
اديني معادله ايه؟ قطع زائد. وبيقول لي هات مواد خطين تفرقيين وهات كمان قطع زائد المربع. طيب فانا ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقول دي معادله قطع زائد، يعني ايه؟ هكتب نفس المعادله اودي ال 90 دي ناحيه ثانيه تبقى ناقص 90 بيساوي صفر. دي المعادله رقم واحد ودي القطع الزائد، دي معادله القطع الايه؟ الزائد. مش كده؟ طيب according to الرول دي ان ايه؟ ان الفرق ما بين القطع الزائد والخطين التفرقيين والقطع الزائد المربع فرق بس في مين؟ في الكونستنت. يبقى انا اقدر اقول ان الخطين التفرقيين او الخطان التفرقيان كويس؟ هتبقى نفس المعادله دي بس بدل ناقص 90 هتبقى حاجه ثانيه اسمها كي بتساوي صفر. تاني احنا اتفقنا ان القاعده دي ثابته. طالما قطع زائد وخطين تفرقيين وقطع زائد مرافق يبقى الفرق بين الثلاث حاجات دول الثلاث معادلات دول الفرق في الكونستنت فقط. كويس؟ فانا كتبت المعادله اللي هو مديهاني معادله صفريه وقلت المعادله رقم واحد دي معادله قطع زائد. كويس؟ يبقى معادله المتطابقه للخطين التفرقيين هتبقى هي نفس المعادله اللي فوق بس بدل الناقص 2 هتبقى ثابت تاني اسمه كي لسه مش عارف. لسه مش ايه؟ مش عارف. كويس؟ خلاص؟ اجيب الكي ازاي؟ انا دلوقتي ايه؟ انا بقول ان دي معادله مزدوجه لخطين هما تفرقين لقطع زائد بس هما ايه؟ في الاخر هما ايه؟ خطين. كويس؟ فالمعادله دي عشان اجيب الكي ايه الشرط الوحيد اللي موجود عندي؟ ايه الشرط الوحيد؟ بتاع ايه؟ المحدده الدلتا اللي هي المحدد اللي هو بي اي بي سي اتش اتش اف اف جي جي ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي صفر. صح كده؟ طيب الايه بكام؟ والبي بكام؟ والسي بكام؟ والاف والجي والاتش والاف والجي الايه بكام؟ الايه بثلاثة البي بثمانية والسي بكي الاتش بنص اكس واي بخمسة 7 11 لو حطيت المحدده دي وسويتها بصفر ايه الحاجه الوحيده اللي مقبوله عندي؟ هي الكي. اقدر اجيب الكي من المحدده بعد ما احطها اقدر اجيب الكي مش كده؟ فالكي هتطلع بناقص 15 او بزائد 15 اوكي؟ طيب يبقى انا دلوقتي ايه وصلت لايه؟ وصلت للشكل الاتي. المعادله الاولانيه ناقص 90 بيساوي صفر. والمعادله الثانيه ناقص 15 بتساوي صفر. دي واحد ودي اثنين. دي مين؟ القطع الزائد ودول خطين التفرقيان. المعادله رقم ثلاثه تبقى زائد سي بيساوي صفر. وده القطع الزائد الايه؟ المرافق. هجيب ازاي؟ اضافنا القاعده اللي انا لسه قايلها من شويه. طب القاعده اللي انا ايه لسه قايلها من شويه ان 1 ناقص 2 بتساوي 2 ناقص 3 مش كده؟ 1 ناقص 2 بتساوي 2 ناقص 3 معادله 1 ناقص المعادله 2 بتساوي المعادله 2 ناقص المعادله ايه 3 لما اقول 1 ناقص 2 يبقى ناقص 90 ناقص 15 بتساوي 15 ناقص السي بتاع المعادله رقم ايه؟ 3 اقدر اجيب السي هيطلع ب 120. اوكي؟ يبقى ده ايه؟ ده القطع الزائد المرافق. يبقى القطع الزائد المرافق والقطع الزائد الاصلي مشتركين مع بعض في ان هم ليهم نفس الخطين الايه؟ التقاربيين. Yeah.
زي ما في خاصيه ضوئيه للقطع المكافئ والقطع الناقص في القطع الزائد. زي ما انا عاوز بالظبط نشيل السي دي حتى لو شفتها كده خلاص محتاج كده احلها يعني. تمام؟ لو في بقى حاجه هو بقى عايزها، عايز مقاس، عايز وتر تماس، عايز حاجه يبقى تشتغل بيها. طيب الخاصيه الضوئيه للقطع الزائد، تعالى نراجع كده الخاصيه الضوئيه اللي احنا خدناها. القطع المكافئ الشعاع سابق البؤره ينعكس يعني ماشي موازي للمحور التورش والحاجات اللي احنا قلناها دي كويس. في الاليبس الشعاع سابق من البؤره ينعكس يعني ايه؟ بحيث يمر بالبؤره الثانيه كويس. هنا الشعاع سابق من البؤره هينعكس، اكيد لما هينعكس هينعكس كده صح ولا لا؟ بس هينعكس كده بحيث ان يبقى امتداده يعني لو مديت الشعاع المنعكس ده في الاتجاه الثاني الامتداد بتاعه يمر بالايه؟ بالبؤره الثانيه. ماشي كده؟ فده ايه؟ ده هو ده اللي هي الخاصيه الضوئيه كويس؟ انا هدي لك هنت على الايه؟ على الاثبات بس مش هكمله كويس؟ تعالوا نمشي مع بعض كده، ركز معايا انا هرسم ايه؟ وهسيبك بعد كده تكمل. انا دلوقتي عشان اثبت ان ايه؟ ان ده شعاع ساقط، لما يكون ده شعاع منعكس لازم نعمل ايه؟ عند نقطة السقوط كويس لازم يبقى في عندي ايه؟ تانجنت ونورمال. تانجنت وايه ونورمال؟ احنا خلاص حفظنا يعني. فاجي هنا اعمل ايه؟ اجي هنا اعمل تانجنت كويس؟ في تانجنت كده اوكي؟ وبعدين نورمال عليه فاديني هنا ايه؟ زاويتين. نسمي الزاوية دي مثلا ايه؟ دي واحد ودي اتنين. كويس؟ يبقى انا عايز اثبت ان ايه؟ ان واحد بتساوي اتنين. ده مطلوب يعني. مش كده؟ طيب تعالوا كده ايه؟ نركز مع بعض شوية. أنا عندي ده تانجنت وده نورمال. مش كده؟ طيب تعالوا دي اسمها اس داش ودي اسمها اس مش كده؟ ودي هنسميها ان بتاعت النورمال وهنسمي النقطة دي كيو بتاعت التانجنت. اوكي؟ بص بقى على الجيومتري بتاعتي. أنا عندي ده إيه؟ ده نورمال وده تانجنت، يبقى ده بينهم كام؟ 90 درجة مش كده؟ يبقى فين ال 90؟ هسمي دي 3 وهسمي دي 4. صح ولا لا؟ فين 3؟ 3 اللي هي دي و4 اللي فين؟ اللي هي دي. ماشي، واحد واثنين هما مين؟ زاوية السقوط وزاوية الانعكاس. ماشي؟ طيب مش دي 90 درجة؟ دي 90 درجة ولا لا؟ لكن ده نورمال وتانجنت مش كده؟ يبقى 1 زائد 3 بتساوي 2 زائد 4 بتساوي 90 درجة. ايه رأيكم؟ مظبوط الكلام ده ولا 1 زائد 3 ب 90 و2 زائد 4 ب 90 صح كده؟ طيب و3 بتساوي 5 ازاي؟ اللي هو اللي في اوبزيت اللي هو ايه؟ تقابل بالراس. 3 بتساوي 5. 3 بتساوي 5 صح ولا لا؟ يبقى هشيل 3. 3 بتساوي 5 يبقى 1 زائد 5 بتساوي 2 زائد 4. معايا ده دلوقتي؟ طيب انا عايز اثبت ايه؟ انا عايز اثبت ان 1 بتساوي 2. انا عايز اثبت ان ايه؟ ان 1 بتساوي 2. يبقى لو انا اثبتت ان 4 بتساوي 5 يبقى انا خلصت صح كده؟ يبقى انا لو اثبتت ان 4 قد 5 كويس؟ يبقى 2 زائد 4 يساوي 1 زائد 5 يعني 2 زائد 4 يساوي 1 زائد 3 يعني 1 يساوي 2 كويس كده؟ فانا مش هثبت ان 1 يساوي 2، انا هثبت ان 4 بيساوي 5. لو انا اثبتت ان 4 بيساوي 5 يبقى خلاص. مين 4 ومين 5 بقى؟ 4 و5 دي المثلث بقى ده، لو احنا خدنا المثلث بي 1 بي 1 اس يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي بي 1 اس اس داش كويس؟ وبعدين في عندي هنا خط اسمه دي كيو ودي 4 ودي 5 كويس؟ عشان اثبت ان 4 بيساوي 5 عايز اثبت ايه؟ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، قلنا ايه؟ لو احنا اثبتنا ان بي 1 اس على بي 1 اس داش بتساوي كيو اس
على اليو اس داش يبقى انا خلصت برضه. فانا هثبت دي. انا ايه هثبت ايه؟ دي. لو انا اثبتت دي يبقى 4 بيساوي 5 يبقى 1 بيساوي 2. كويس كده؟ فدي اعملها اكسرسايز في البيت عندي. كويس؟ بي 1 اس على بي 1 اس داش. بي 1 اس على بي 1 اس داش بتساوي كيو اس على كيو اس داش. كويس؟ البي 1 والاس والاس داش انا عارفهم ولا مش عارفهم؟ البي 1 هي ايه؟ البي 1 هي اكس 1 واي 1 والاس اي اي و0 ودي ماينس اي اي و0. الكيو الكيو هي حاجه وصفر مش كده؟ لان انا على محور اكس والحاجه دي هي ايه؟ مين يقول لي بقى؟ نقطه كيو هي ايه؟ هي تقاطع المماس مع محور اكس. تقاطع المماس مع محور اكس. طب المماس معادلته ايه؟ دي نقطه على القطر الثالث ولا لا؟ مش كده؟ يبقى المنظر ده ولا لا؟ بس تبقى ايه؟ انا هنا عاكسها المفروض تبقى اكس اكس 1 على اي سكوير ماينس يساوي 1. انا شغال ايه على القطر الثالث الاساسي يعني؟ كويس؟ التقاطع مع محور اكس احط مين بصفر؟ احط مين بصفر؟ الواي بصفر. لما احط الواي بصفر يطلع لي الاكس بكام؟ ب اي تربيع. كويس؟ اكس اكس 1 على اي تربيع يساوي 1. يبقى الاكس تناقص التقاطع ب اي تربيع على اكس 1. واشتغل بقى اعمل دي ناقص دي ناقص دي اطلع دي. ماشي؟ اقل واكبر
دي تديني ايه؟ قطعه ناقص وقطعه زائد. هي ليها علاقه بحاجه ان انا لما اجي احسب واعمل اكس واي يبقى بقيه المعادله شكلها عامل ازاي؟ بس لو هي لو الشبيه محتمل اي بي لما احسب اكس واي هيبقى معايا الاكس تربيع او الواي تربيع هيبقى لي حاجه مربعه وحاجه مش مربعه يبقى ده مربع. وهنا هيبدا يطلع لي حاجه رقم بلس بين الاكس تربيع والواي تربيع وهنا رقم ماينس. اوكي؟ طيب السؤال بقى اللي سمعته المره اللي فاتت وايه لو انا عندي معادله فيها اكس واي وعايز اجيب معادله مماس او وتر تماس او خط قطبي. طيب فانا عندي ايه؟ عندي خط زائد اسمه اكس واي يساوي ايه تربيع؟ اكس واي يساوي ايه؟ ايه تربيع؟ ماشي يبقى انا لو انا عامل له سكتش انا متاكد ان اكس واي يساوي تربيع يبقى عامل كده اكيد يعني. عندي نقطه عليه اسمها بي 1 اكس 1 واي 1 عايز اجيب معادله المماس. عايز اجيب ايه؟ معادله المماس والنقطه عليه. طيب فاحنا هنستنتج معادله المماس وبعد ما استنتجها نطلع الرول اللي احنا هنشتغل بيها لو انا عندي كروس برودكت في المعادله العامه ازاي افكه علشان اجيب معادله المماس. طيب علشان اجيب معادله المماس بنعمل ايه؟ اول حاجه حاجتين الاثبات بتاع معادله المماس دلاله النقطه على اي دايره قطعه ناقص مدافع بنعمل ايه؟ لا ما احنا عايزين نجيب قاعده الفرق احنا يعني كاننا مش عارفين قاعده الفرق فاحنا عايزين نستنتج فبنعمل ايه؟ نجيب ايه؟ لا احنا ايه؟ احنا بنستنتجها ازاي؟ بنجيب ميل المماس للقطعه اكس واي يساوي ايه تربيع. فميل المماس يعني كاني بعمل ايه؟ تربت بعمل اشتقاق او بعمل تفاضل. فلما فاضل دي اكس واي بتساوي كونستنت. اقول يقول لك تفاضل الثانيه زي الثانيه تفاضل الاولى صح ولا لا؟ الاولى اللي هي اكس وتفاضل الثانيه اللي هي واي داش بلس الثانيه اللي هي واي وتفاضل الاولى هي واحد بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. ده يطلع لي ايه؟ يطلع لي واي داش بيساوي ماينس واي على اكس. ماشي؟ يبقى عند النقطة بي 1 اللي هي اكس واحد وواي واحد. يبقى ميل المماس هيبقى ايه؟ يبقى ماينس واي 1 على اكس 1. صح كده؟ يبقى ميل المماس عند النقطة بي 1 ميل المماس المرحلة القطعة الزائد عند النقطة بي 1 يبقى اكس 1 وايه؟ وواي 1. طيب يبقى معادلة المماس تبقى ايه؟ يبقى إذن معادلة المماس للقطع من P1 X1 Y1 هتبقى ايه؟ تبقى Y ماينس Y1 بيساوي الميل اللي هو ماينس Y1 على X1 في X ماينس X1 صح كده؟ تاني مشكلة؟ معادلة المماس معادلة أي خط مستقيم هتبقى واي ماينس واي 1 بيساوي الميل في اكس ماينس اكس 1. تعالوا نفك كده حضرتك من اكس 1 دي الناحية التانية يبقى اكس 1 واي ماينس اكس 1 واي 1 بتساوي ماينس واي 1 اكس زائد اكس 1 واي 1. حلو كده؟ طيب أنا هجيب دي الناحية دي وهجيب دي الناحية دي يطلع لي ايه؟ يطلع لي اكس 1 واي زائد واي 1 اكس بتساوي 2 اكس 1 واي 1. طيب اكس 1 واي 1 اشيلها واكتب بدلها ايه؟ دي سكوير اكس 1 واي 1 دي مش دي نقطة على القطعة الزائد يبقى اشيلها واكتب بدلها كام؟ دي سكوير مش كده؟ يبقى تطلع ايه كانها نص في اكس 1 واي 1 زائد سوري اكس 1 واي بلس واي 1 اكس بتساوي كام؟ بتساوي سكوير. يبقى دي معادله المماس ولا لا؟ دي معادله المماس. يبقى ايه القاعده؟ عايزين بقى نطلع بالقاعده اللي احنا هنشتغل بيها. لو انا عندي كروس برودكت وعايز افكه علشان اجيب معادله المماس او وتر التماس او الخط القطبي. اللي هي القاعده اللي هي شبه مين؟ فاكرين؟ قلنا الاكس تربيع نفكها اكس اكس 1 والواي تربيع نفكها واي واي 1 والاكس نفكها نص اكس زائد اكس 1
والواي وفكها نص واي زائد واي 1. طب الاكس واي وفكها يبقى ايه؟ ها نص اكس واي 1 زائد واي 1 اكس اللي هي ايه؟ اللي هي الحته دي ماشي، حيث اكس 1 واي 1 هي النقطه اللي انا برسم منها المماس او وتر التماس او الخط القطبي كويس كده؟ فدي الحاجه اللي مش عارف انت سالتني باين؟ اه فهو انا كنت قلتها غلط المره اللي فاتت كويس؟ فده الصح بتاعها كويس، والاستنتاج بتاعها للدكتور هو علشان ايه؟ عشان انت فاهم جت منين يعني. اوكي هو طبعا انا استنتجت دي في حاله خاصه لتلطيف الذات بس الكلام عام ماشي؟ يبقى معادله المماس بدلاله المين كويس؟ اه اكس 1 هي ببساطة ايه؟ هي اكس 1 واي زائد واي 1 اكس يعني ماشي؟ يبقى ده بالشكل العام علشان ايه؟ لو انا عايز افك معادلة الايه؟ المماس دلالة الميل اي ماشي؟ معادلة المماس دلالة نقطة على القطعة اي كان القطعة ده عامل كويس؟ طيب عايز احلكم مسألة برضه فيها حل هندسي مع معادلة القطع الزائد عشان نجيب حاجتين ار وكيو
وبعد ما اجيب ار كيو اجيب منتصفهم اللي هي رمز البي فانا خلصت. ده السيكونس، مماس قطع منتصف، رسمت المماس جبت معادلته. تاني خطوه اجيب ايه؟ هي حل بقى بحل، بس قبل ما تحل تعالى نكتب المعادله بالشكل ده. كده الناس بتقول ايه؟ عايزين نجيب الاكس ضغط الواي او الواي ضغط الاكس عشان نعوض. فانا اقول اكس بيساوي اقعد من الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ تربيع ماينس واي واي 1 كويس على 1 على اكس 1 كويس؟ يبقى بحل معدل المماس مع القطع الزائد لايجاد ار وكيو. فالقطع الزائد هو مين؟ اكس واي بيساوي ايه تربيع؟ عشان الاكس بكتب بدلها ايه؟ عشان الاكس بكتب بدلها ماينس ظاهرة هنا، يبقى عندي واي على اكس واحد في ايه تربيع ماينس واي واي 1 بتساوي ايه تربيع. خلي بالك ان انا ايه؟ الايه بالنسبة لي جبن والاكس واحد والواي واحد كأني عارفها كويس؟ فتعالوا ايه؟ نظبط شكل المعادلة دي بحيث ان هي تبقى ايه؟ تبقى معادلة تربيعية واي. اشمعنى معادلة تربيعية واي؟ انا بدور على ايه؟ لو انا عندي اكس واحد والواي واحد دول نقطتين، يعني لو دي واحد واثنين او ناقص واحد واربعه والايه تربيع دي بتبقى 10 او 20 او 30، كان هيبقى في الاخر ايه الحاجه الوحيده المجهوله؟ الواي، مش كده؟ فانا عايز اجيب الواي اللي هي بتاعت مين؟ نقطتين تقاطع. ففي الاخر هتبقى معادله تربيعيه ليه؟ انا عندي هنا في واي جوه وفي واي بره، فاكيد هتبقى في واي تربيع صم هاوي يعني. طيب فتعالوا كده نختصر، اولا تعالوا نضرب هنا، نضرب دي هنا يبقى شلنا دي خالص. طيب ضربت اكس واحد هناك صح كده؟ ضربت اكس واحد هناك فيبقى واي تربيع، معامل واي تربيع هتبقى كام؟ خلينا كاني هنودي كل دي الناحيه الثانيه عشان ايه نتصل شويه في الحسابات. بلاش او نخليها زي ما هي يعني، نودي دي الناحيه الثانيه ولا نخليها زي ما هي؟ زي ما هي ماشي. واي تربيع تبقى ماينس واي واحد، واي تربيع واي واي يبقى ماينس واي واحد واي تربيع، حلو كده؟ معامل الواي مفيش غير مين؟ غير اي سكوير. والحد المطلق انا هجيبه بقى في المعادله الصفريه، اجيبه الناحيه دي يبقى ماينس اي تربيع اكس واحد. كويس كده؟ المعادله دي ليها كام حل؟ ليها حلين مش كده؟ اللي هما مين؟ اللي هما واي 2 واي 3 مجموعهم بكام؟ يعني ايه مجموعهم؟ مجموع الجذرين مش كده؟ مش دول جذرين؟ دي معادله تربيعيه ليها كام جذر؟ جذرين، الجذرين بتوعه هيطلعوا مين؟ الحل بتاع المعادله القطر مع معادله القطر اللي هي واي 2 واي 3 مجموعهم بكام؟ هو عايز مجموعهم ولا عايز واحده واحده؟ ليه عايز مجموعهم؟ لان مجموعهم على 2 يديني المنتصف مش كده؟ عشان انا عارف ان اكس هي اكس 2 زائد اكس 3 على 2 والواي هي واي 2 زائد واي 3 على 2 فانا بدور على مين؟ على واي 2 زائد واي 3 بكام؟ واكس 2 زائد اكس 3 بكام؟ فانا عندي هنا واي 2 زائد واي 3 اقدر اجيبهم على طول بتساوي كام بقى؟ فاكرين؟ سالب معامل ايه على ايه؟ ده على ده، يبقى كاني اقول اي سكويرد على واي 1 صح كده؟ يبقى مجموع الجذرين هيبقى سالب او نيجاتيف اي سكويرد على نيجاتيف واي 1 تبقى اي سكويرد على واي 1، يبقى يلا اضرب ال 2 واي بتساوي اي سكويرد على واي 1 يعني واي بتساوي اي سكوير على واي 1 ولا لا؟ صح كده؟ الواي بتاعت مين؟ دي الواي اي واي بتاعت نقطة المنتصف كويس؟ هعرف اجيب الاكس ولا ما اعرفش؟ عايز اجيب الاكس بتاع نقطة المنتصف مش دي الواي بتاع نقطة المنتصف؟ عايز اجيب الاكس بتاعتها اعمل ايه؟ اعوض في مين؟ ها؟ انت عندك ايه؟ عندك ثلاث معادلات دلوقتي، عندك معادلة قطع زائد معادلة الدايرة ومعادلة المماس. هتعوض بالواي دي فين عشان تجيب الاكس المناظرة بتاعتها؟ ممكن تعوض حاجتين من ثلاثة. ايه الحاجتين اللي ممكن تعوض من الثلاثة؟ أو إيه؟ يعني حاجتين ولا حاجة واحدة؟ أنا عندي ثلاث معادلات دايرة وقطع زائد ومماس. النقطة دي موجودة على مين بس؟ على المماس بس ولا على الدايرة ولا على قطع زائد. كويس؟ لازم أعوض فين؟ يا لازم أشيل الواي دي وأعوض فين هنا؟ في معادلة المماس. لو شلت الواي خلي بالك بقى الواي ايه تربيع على واي واحد؟ على 2 واي 1 هنا في 2 صح.
انا هشيل ايه؟ هشيل الواي دي واكتب ايه؟ ايه تربيع على واي 2 واي 1 بتديني نص ايه تربيع. واروح هناك تبقى ماينس نص ايه تربيع تبقى الاكس تطلع زيها. يبقى ايه تربيع على 2 اكس 1. ماشي؟ دي جت منين؟ دي بالتعويض في معلم المماس اللي هي دي اللي هي دي. كويس؟ طيب انا لسه ما خلصتش بس انا اول نقطان يعني. انا كده جبت ايه؟ جبت انا كده جبت الاكس تعمق في المنتصف والواي تعمق في المنتصف بس جبتهم بدلاً من مين؟ عرفتهم ثاني كده؟ الاكس هتساوي ايه تربيع على 2 اكس 1 والواي هتساوي ايه تربيع على 2 واي 1. انا عايز يبقى فين؟ انا مره كنت قلت لكم ايه؟ لما اجيب محل هندسي يبقى انا عايز ادخل مين؟ عايز اجيب علاقه ما بين الاكس والواي بتاع النقطه اللي انا بدور عليها. فانا عايز ادمج الاثنين دول في معادله واحده. بس عشان ادمج الاثنين دول في معادله واحده اعمل ايه؟ عشان ادمجهم في معادله واحده لازم اعمل ايه؟ في حاجه اسمها احذف حاجه من المعادلتين. عشان ايه؟ علشان ادخلهم في معادله واحده يبقى لازم